إمام المستجدات الدبلوماسية الأمريكية بشأن النظام هناك، وواشنطن تقود عملية لتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفق القرار 2231. نعم، شكرا يا أستاذ، شكرا على الاستضافة. وبالنسبة لملف إيراني، هناك ملف حول العقوبات في الأمم المتحدة، وكما نقول هناك سناب باك. وعندما وزير بومبيو قدم الملف للمجلس الأمن منذ تقريبا أسبوعين، إذا بدينا العملية واضحة بالنسبة لعملية حول سناب باك. وهذا العقوبات حول سناب باك مرتبطة بالبرنامج النووي والإنشطاء الخبيثة من هذا النظام. ونرى أن الأنشطة الإرهابية التي تقوم بالنظام ضد الاستقرار في المنطقة. هل يخادع النظام الإيراني العالم بشأن تجربه النووية التي تتخطى الحدود المسموح بها دوليا؟ إذا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، من زمان كنا ندعو للشفافية أكثر من النظام حول البرنامج، وندعو للنظام عن احترام القوانين الدولية حول الأنشطة النووية. وتسمع المفتشي من وكالة الطاقة الذرية لتقوم بكل الأنشطة اللازمة في إيران. وكما قال رئيس ترامب بالنسبة لهذا الموضوع، إيران لن تمتلك سلاح نووي أبدا. نعم، ما وضع القوات الأمريكية في الخليج إذن مع استمرار التهديدات الإيرانية لمنطقة الشرق الأوسط؟ لو سمعت السؤال، ما وضع القوات الأمريكية في الخليج مع استمرار تهديدات النظام الإيراني للشرق الأوسط؟ نعم، إذا هناك جهتين أو نقطتين هنا. أولا، بدون شك سنقوم بحماية الجيش الأمريكي في المنطقة وخرج من المنطقة، هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى نريد أن نقوم بتنسيق وتعاون مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة. نعم. لنعطيهم الإمكانيات لتقوم بحماية أنفسهم وحماية شعوبهم في المنطقة، وهذا جزء مهم من الشركاء اللي عندنا مع البلدان في المنطقة. طيب،